وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله تبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أرجو جماعة الخير ما زلنا مع سلسلة الأدعية المباركة التي نستفيد منها في حياتنا اليوم، والنهاردة معنا دعاء جميل جدا بعنوان دعاء يدفع العكوسات، يعني يصرف عنك العكوسات. ما من إنسان إلا وتمر عليه فترة يشعر إن كل شيء يمشي عكس مراده، يبقى عايز يروح كده يلاقي الدنيا مودية كده. مثال يعني بمنتهى البساطة. فهناك دعاء يحميك من العكسات في حياتك. طبعا سبب العكسات دي ممكن تكون سبب عين أو حسد أو سحر. أنا مش في قضية العلاج احنا قلنا دائما تذهب إلى معالج، خلاص الموضوع انتهى. لكن حابب بعد ما تأخذ بالأسباب يكون في برضو بعض الأدعية التي تدفع عنك هذه العكوسات. فأنت ممكن تتحسد أو تتعين، وكلنا كذلك. فهناك دعاء جميل جدا سوف أعلمك. هذا الدعاء تقوله في الصباح وفي المساء. ولو تعرف شخص إن هو السبب في العين والحسد أو الأذية سميه، اذكره في الدعاء. استعينوا بالله تبارك وتعالى قائلين: قل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، قل لي جارا من فلان ابن فلان، وسميه لو تعرفه، قل لي جارا من فلان ابن فلان وأحزابه من خلائقك، أن تحميني من حقده ومن حسده ومن ظلمه علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد من قول ابن مسعود، وصححه الإمام الألباني. فهو دعاء جميل جدا، حافظوا عليه يا جماعة الخير. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.